الحديث التاسع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي. تجاوز لي عن أمتي أي عفا، تجاوز أي عفا. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. يعني حديث النفس طالما أنك لم تتكلم أو لم تعمل به فإن الله تعالى يعفو عنك.